علاقتكم كانت عندك علاقة صداقة معاه؟ والله شوف أنا يوم في الجزائر قاعد والتليفون في البيت رن، يقول البوسطة بتاع البوسطة كان قبل بالبوسطة، عيط للبوسطة والبوسطة تعجبك، هو كلم البوسطة في الجزائر وقال لهم دوروا لي على نمرة أحمد راشد. قالوا له شكون أنت؟ قال له أنا عبد الحليم حافظ. جابوا كل بنات البوسطة يحكوا مع عبد الحليم في البوسطة، عبد الحليم يحكوا معه. خلي التساؤل هشام، في أقل من 10 دقائق جابوا له النمرة تاعي في البيت، تكلم في البيت اللي قالت لي من البوسطة يا سي راشد دي كاين عبد الحليم حافظ حبي يهضر معك. تهضر معك.